قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن تطور إيران سلاحاً نووياً في غضون أسابيع. يأتي ذلك بعد أن أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إلى أن طهران سرعت وتيرة برنامجها النووي. وأضافت ساكي: نعم، هذا يقلقنا بالتأكيد، مشيرة إلى أن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج سلاح نووي يقل منذ نحو عام.